آفاق الروح، إصدار للعلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه، يعرف بأدعية الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام، كما ويشرح تلك الأدعية في إطار يحلل علاقة الإنسان بالله، خاصة في مسألة الدعاء. للدعاء دوره في معرفة الله، كما له دوره في عبادة الله بالتذلل والخضوع والخشوع والاستغراق الروحي في التعبير عن الحاجة المطلقة في وجود الإنسان لله الغني المطلق، بحيث تتحرك العبادة في الجو والمضمون والإيحاء. فإن قيمة الدعاء أنه ينفتح بالإنسان على الله ليطوف بفكره في مواقع عظمته ومجال نعمته. الكتاب الذي يعرض كل فقرة من أدعية الصحيفة السجادية يشرح مفاهيمها ودلالاتها مستشهداً بآيات قرآنية بأسلوب أدبي وصفي هادئ، كما وتوضح آفاقه مضامين الأدعية التي تثري حياة الإنسان الروحية. فنلاحظ في بدايته إطلالة على الجانب الفكري العقيدي في معنى الأول والآخر كصفتين من صفات الله، ليتحدث عنهما بطريقة تختلف عن حركتهما في المخلوق. فالأول في وجود الأشياء حركة حدوث بعد العدم سابقة على وجود الآخر، والآخر حركة نهاية الوجود في سلسلة الوجودات التي تفنى فتنتهي إلى العدم ليكون هو الذي يستهلكها العدم في النهاية. ينطلق سماحة السيد رضوان الله عليه من شرح الأدعية كتطلعات إنسانية وروحية وتخطيطات عملية ومشاريع أخلاقية في سيرة الحياة، بعيداً عن حصر مفهوم الدعاء بالرهبة أو الرغبة. إن الإمام زين العابدين عليه السلام يبرز في هذا الدعاء كإمام عظيم يرتفع بإمامته عن كل الأحقاد والعداوات، فلا يرى أمامه إلا أن هناك معركة للإسلام والمسلمين لابد للأمة كلها بجميع مذاهبها من الوقوف معها بكل قوة وثبات، انطلاقا من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. كتاب آفاق الروح الصادر بجزئيه عن دار الملاك عام 2000 يحلل بعمق مضامين الأدعية السجادية.